البنات لاباس كي دايرين اليوم؟ ان شاء الله غادي ندير معكم المخمار ولا مطلوع. ان شاء الله غادي نبدا بالمقادير. هنا عندي زلافه ديال الفرينه، هنا عندي معلقه ديال الملحه، وهنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، وهنا معلقه كبيره ديال السكر، وهنا عندي جوج زلايف ديال السميده الرقيقه. غادي نوري لكم واحد الطريقه اللي ما غاديش تدلكوه، غادي يجيكم زوين وبلا دليك. الطريقه هي هذه اللي غادي نوريها لكم دابا ان شاء الله. غادي نشدو هاد السميده هذه، غادي نديروا ليها الماء سخون، غادي نرطبوها في الماء بحال هكا سخون، الطريقه هذه ما تحتاج لا دليك لا حتى حاجه، غادي غير تجمعوها وصافي. ها انتما دابا تشوفوا انا درت فيها الماء السميده، وغادي نخليها ترتاح حتى لشويه وعاد غادي نرجع معاكم ان شاء الله. صافي، من بعد ما ارطابت ليا هاد السميده خليوها انتما الوقت اللي عندكم، خليوها قدرتوا تخليوها حتى ساعه، ما حدكم تتخليوها ترطب وهي تتزين. درت واحد شويه ديال الماء دافي، فاش غادي ندير فيه هاد الخميره هادي باش تذوب. نزيد عليه هاد السكر، الملح، صافي صافي. وغادي نخلطهم دابا، الطريقه تيجيكم المخمار ما شاء الله. بزاف ديال البنات اللي سولوني قالوا لي تيجيك المخمار زوين، شنو هو السر وكيفاش ديري ليه؟ ها اللي تندير فيها البنات، ما تنديرش شي حاجه راه عادي، وبالعكس ما تندلكوش، تيجي زوين. صافي دابا نخليو غير واحد شويه ديال الماما دابت لينا ديك الخميره، صافي ورجعنا لكم ان شاء الله. صافي نبقاو بحال هكا حتى تذوب لينا ديك الخميره، ضروري خصها تذوب حيت الخبز ما غاديش ندلكوه. هذا المخمر هذا خصها تذوب. انتما شوفوا بعد ما رطبتها تجينا ساهله، ما تحتاجش دليك كاع. صافي دابا تنديروا عليها هاد الخميره هادي والملح والسكر، تنخلطوها مع هاد السميده. الطريقه هادي ما تحتاجش دليك لا تعب لا حتى شي حاجه. انا بعدا تنديرو فيسال تيهدبنيش، تنتوما ان شاء الله. صافي دابا دخلت هذيك الخميره والسكر والملحه في السميده، دابا غادي نبدا نجمع فيها بفرينه. بشويه بشويه حتى تجمع لينا. نتوما عينكم ميزانكم، حيتاش راكم عرفتوا الدقيق تيبقى مختلف كل دقيق وكيفاش كاين اللي تيشرب كاين اللي لا. ايوا هادشي نقولك. صافي دابا راه ما غادي ندلكها ما حتى شي حاجه، غادي غير نجمعها وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما ها هي دابا طلعت لينا العجينه ديال المخمر ديال المطلوع. صافي دابا غادي نحيد هاد المكه،
صافي غادي نجيب واحد البلاطو دير فيه شويه ديال الزيت، ويدي غادي ندير فيها شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا. غادي نخرج منها ديك النفس، يا ديك النفس اللي فيها خاصها تخرج. غادي نديرها كريسات، شوفوا النفافخ فيها بحال دلكتها، وما دلكتها ما والو. الكريسات ديالي باش ما يمشكوش ليا البنات، صافي غادي ندهنهم كاملين بحال هكا وغادي نخليهم يرتاحوا، نخليهم يخمروا حتى يطلعوا مزيان في الخميره، عاد غادي نطيب. صافي دابا غادي نغطيهم، وملي غادي نبغي نطيبهم غادي نرجع معاكم ان شاء الله. صافي ها هما الكريسات ديالي خمروا، دابا غادي ندوز للطياب ديالهم ان شاء الله. صافي من بعد ما خمروا انا دابا درت شويه ديال الزيت هنايا، شويه ديال السميده، صافي وغادي نبدا نقرص فيها. صافي الخبز راه سخون، صافي نخليها تطيب. صافي كي تشوفوها هومايا، هومايا بدا تيتنفخ، بدا تيدير دوك النفيفخات ديالو، بدا تيعني بين راه ناجح. هانتوما شوفو، مع دابا رمضان جاي تنبغيو هاد المخيمرات. صافي ها هو طاب كما تشوفو، دابا غادي ندوز للاخرى.
ما شاء الله تيجي واعر ما شهيته. زال ما كملت، باقي لي واحد جوج صافي. ها هو يوجد كما تتشوفوا، شوفوا كيف تيجي، تيجي الروعه. شوفوا كي تيجي كله بحال بحال، كله تيجي ما شاء الله. دابا انا ذوبت ليه السمن، شويه ديال السمن والزبده والعسل، صافي هو دابا تيتكال بحال هكا. سخون صافي، هذا راه غير الزعتر ديال السمن. كنقدموا لكم الصحه والراحه والعافيه وطولة العمر ان شاء الله، وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا اللايكات وتديروا الكومونتير باش نشوف واش عجبكم، وتنشكركم بزاف، والى الفيديو الماجي ان شاء الله.